طيب في لقطة إنسانية أيضا مهمة، إمام عاشور مع واحد من ذوي الهمم، يمكن في مشجعة أهلاوية من ذوي الهمم اللي هم حريصين على حضور الماتشات ومساندة الفريق، إمام رايح وبيحتفي معاه. من أعظم الفضائل الإنسانية يا جماعة جبر الخواطر. الإنسان اللي بالغريزة يعني بيتواضع وأمام جبر الخواطر ده إنسان من جواه كويس، وهي فضيلة يجب أن احنا تتفشى بيننا وتتفشى في مجتمعنا. ربنا يكرم كل إنسان يملك هذه الفضيلة ويمارسها إن شاء الله تعالى.